عودة معكم مشاهدينا للقسم الثاني من جولدن بول. الأوضاع الأمنية تركت قلق عند الأندية اللبنانية من خسارة لاعبين الأجانب، وهالأمر حصل بالتأكيد بحالات قليلة، لكن طبعا ممكن تزيد في حال سائت الأحوال. المسألة بتطرح أسئلة كثيرة حول قانونية هروب اللاعبين من دون إذن من أنديتهم، وحول حقوق اللاعب والأندية بهالحالات. فشو بيقول القانون بهيك نوع من القضايا؟ منتابع بهالطريقة الخاصة. بعد مغادرة لاعبين أجانب بيحملوا جنسيات أوروبية أنديتهم تخوفاً من الأوضاع الأمنية، طرحت أسئلة كتيرة حول مدى قانونية هالخطوة اللي عالجها نادي مثل الصفا بشكل سريع، فأقنع الثنائي الهولندي يوردي بروين ويوهان كابلهوف بالعودة، بينما دخل النجم بمرحلة معقدة مع البرتغالي جوزي إمبالو اللي بحسب معلومات جولدن بول طلب التوصل لاتفاق لفسخ عقده. فهل بحق له المطالبة بهالأمر؟ ما بيقدر يفسخ، لأنه حكينا قبل قلنا أنه قرارات اللي عم تصدر عن الدول والدعوات لمغادرة رعاياها لبنان هي منا بعد لا عم تعمل إجلاء ولا هي ملزمة بمطلق الأحوال. الأكيد أنه النادي هو المتضرر هون، وبالتالي رفض اللاعب العودة رح يدفعه لفسخ عقده، وهي خطوة بيقدر يعملها كون هناك سبب عادل لاتخاذ هالإجراء من دون ما يترتب عليه أي تعويضات أو عقوبات. من المفترض أكيد ما بده يعتبر أنه الفسخ حكمة أنه تم وهيدا، لأنه بهيدي الحالة ممكن اللاعبين الأجانب ينتظروا شهرين ما قبضوا معاشاتهم، بهيدي الحالة بيجي بيتشكى على النادي وبيطالبوا هو بالفسخ، لأنه هيدي واضحة محددة بوضوح أنه في حال شهرين ما اندفعوا رواتبه بحق له يفسخ العقد اللاعب. استباء لهيدا الشيء النادي من المفترض يوجه كتاب خطي للاعب ويطلب منه العودة ضمن مهلة أسبوع أو 10 أيام للالتحاق بالنادي بالفريق ومتابعة التدريبات ولعب المباريات. في حالة منع هيدا اللاعب عن العودة ممكن مجدداً تيبين سوء نية هيدا اللاعب وعدم رغبته بالعودة بيرجع بيوجه له كتاب مكرر بالموضوع ذاته. في حال استمر التمنع هون النادي بيقدر ياخد الإجراءات اللازمة ليعتبر العقد مفسوخ. وبما أنه التعويض الفني صعب بهالمرحلة من عمر الموسم، حيث من غير المسموح استبدال اللاعبين الأجانب، قد يكون التعويض المادي هو مطلب للنادي اللي بهالحالة هو المظلوم مش الظالم. تم الفسخ لسبب مبرر، بهذه الحالة في كمان لائحة الأوضاع اللاعبين نصت بالمادة 17 فيها أنه أي لاعب أو نادي بيفسخ العقد دون أي مبرر بيكون عرضة للتعويض. وبالنسبة للتعويضات في عندك التعويض المادي يلي هو يا أما بيكون منصوص عنه بالعقد يا أما بيكون خاضع لتطبيق القوانين اللي بالبلد المعني اللي صاير فيه العقد والفسخ، أو بيتقدر تقديرياً بالنسبة للمصاريف اللي تكبدها النادي على اللاعب. هلأ عم ناخد نحن جهة النادي. إذن هي مسألة منا بسيطة، خصوصاً بحال بقيت الأوضاع الأمنية على حالة، والحل الأمثل للأندية اللبنانية هي العمل على الجانب النفسي مع اللاعبين الأجانب لإعطائهم الضمانات والتطمينات ليبقوا بملاعبنا اللي رفعوا فيها المستوى الفني هالموسم بعد ما تم رفع عددهم بكل فريق.